هل يجوز للشخص أن يشتري سيارة من خارج البلاد ويتفق مع البائع أن يدفع له المبلغ بعد بيعها؟ هل يجوز للشخص أن يشتري سيارة من خارج البلاد ويتفق مع البائع أن يدفع له النقود بعد بيع السيارة؟ إذا شرى سيارة سواء من خارج البلاد أو من داخل البلاد فلا بد أن يكون الثمن معلوما والأجل معلوم. إذا كان الثمن مؤجل فلا بد أن يكون الأجل معلوما، سنة أو نصف سنة أو 5 أشهر. أو أما أنه يقول يؤجل الثمن إلى أن تنباع السيارة، هذا مجهول، الأجل هذا مجهول ولا يصح. نعم.